نبدأ على طول مع النادي الأهلي اللي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وده في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي. مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وخاض اللاعبين مران بدني متنوع وشافوا التدريب وتابعوا التدريب كمان بالكورة تحت إشراف الجهاز الفني. والمدير الفني اختتم فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية. نتحول بقى لفريق ليفربول اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح اللي تعادل مع فريق أرسنال بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت على استاد الإمارات بالعاصمة لندن، وده ضمن منافسات الجولة 9 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. ليفربول رفع رصيده ل 22 نقطة وتراجع للمركز الثاني، لكن أرسنال رفع رصيده ل 18 نقطة وبقى موجود في المركز الثالث. واحنا لسه مع محمد صلاح واخبار محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي اللي حصل على جائزه افضل لاعب في مباراه فريقه مع ارسنال واللي انتهت بنتيجه 2-2 على استاد الامارات بالعاصمه لندن، وده لحساب منافسات الجوله 9 من عمر مسابقه الدوري الانجليزي. مبروك يا صلاح. فريق تشيلسي فاز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز، واتقدم تشيلسي للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، ونيوكاسل يونايتد موجود في المركز ال 12 وبرصيد 12 نقطة. اما بقى فريق ويست هام يونايتد اللي حقق الفوز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجه 2-1 في المباراه اللي اقيمت على الملعب الاولمبي، وده ضمن منافسات الجوله 9 من الدوري الانجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد بيحتل المركز الرابع ال14 برصيد 11 نقطه، وبيجي فريق ويست هام بالمركز ال13 برصيد 11 نقطه. وفريق الانتر تعادل مع يوفنتوس بنتيجة 4-4 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب ستاد جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الدوري الإيطالي. بيتواجد فريق الانتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، ونادي يوفنتوس موجود في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي وبرصيد 17 نقطة. اما بقى فريق ناناتا اللي بينضم بين صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد خسر قدام فريق ستراسبورغ بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعت الفريقين على ملعب ستاد دو لامينو ضمن منافسات او مباريات الجوله 9 لمنافسات الدوري الفرنسي. ستراسبورغ بيحتل المركز 9 برصيد 13 نقطه، وناناتا موجود في المركز 12 برصيد 10 نقاط. وفريق نيس الفرنسي اللي بيضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم حقق الفوز على فريق موناكو بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب لويس الثاني ضمن مباريات الجولة 9 في منافسات الدوري الفرنسي. فريق نيس بيحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي وبرصيد 13 نقطة، وفريق موناكو موجود في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.